اخويا انا راه تعرضت لجريمه النصب والاحتيال من طرف واحد الاخ، انا مازال كنقول الاخ حيت كان نيت فعلا الاخ، يعني ولد حومتنا كبر معانا، ربما كان كيقطع لي الشانطي واحد الوقيته، مهم صديق ما كنتش كنتوقع منه هكا. انا كنت خدام اخويا سيكيريتي، كنت كندير ميطرشيه في عين الديب، وجا عندي قال لي ودي راه كاينه واحد الخدمه الا باغي تمشي تخدم احسن لك من هاد التمار ديال السيكيريتي والعسا، وتعرف ديك الهضره. قلت له فاش اخويا؟ قال لي العقود ديال الخدمه في اسبانيا في الفلاحه. قلت له زوين اخويا كنسمع بها، وانا راه ما عنديش الامكانيات. قال لي جيب لي غير ثلاثه، قال لي جيب لي غير ثلاثه وتمشي تفاوض. قلت له صافي. مشيت انايا عند نسابي جبت ليه هذيك، عيطت على خو المراه المهم نسابي ثلاثه الناس، من عيطت ثلاثه الناس دواو معاه، ما بقاش كيهضر معايا لك انا الوسيط، ولا كيهضر معايا كل واحد شخصيا في هذوك الثلاثه، وكل واحد في هذوك الثلاثه كيقول ليه جيب لي مثلا واحد ولا جيب لي جوج راه خاصين لي، وبقات غاده هكاك. ودابا انا ما في راسي والو حتى واحد. لقيت عيط لي واحد السيد انايا من صويره، قال لي السلام عليكم، قال لي واش بصح نيت خويا كاينه خدمه؟ قلت له شكون قال لي؟ قال لي راه عطى لي النمره، وانا نعيط للسيد اللي معني بالامر. قلت له، قال لي لا راه حكا راه حبسوا لنا شي ناس باش نكملوا هادو باش يمشوا في وقت محدد خاص نكمل الجروب. قلت له صافي. عيط لي تاهو شي ناس من صويره نفس الفيلم، انا ما كنتش على بالي انا راه هو كيدير هذه الطريقه هذه، كنعيط لي على واحد، هذاك الواحد كيجيب ليه واحد، واحد كيجيب ليه جوج، المهم جمعنا 17 واحد، وهاد 17 كامل كيعرفوا غير نسابي وانايا، ما كيعرفوش داك السيد واخا كيهضروا معاه، حيت مادام نسيبي يعني جارهم ما يقدرش يدير معاهم شي حاجه. المهم اللي بغى يدير كونترا ديال العام بمليون، واللي بغى يدير كونترا ديال 6 شهور ب 5000 درهم. المهم اللي كيعطيني انا كندير معاه هذاك الاعتراف بيدين في المقاطعه باش كنسلم ليه الفلوس ديالو. صافي هي هذيك اخويا. واحد الوقيته بدا كيتعطل، يعني ملي كيوصل الوقت اللي خاصو يكون كيتعطل، يعني كيتماطل. واحد الوقيته زيروه الناس اللي معنيين بالامر اللي عاطيه فلوسه، شويه قال لي لا راه عندكم مشكل في الدوسي خاصكم تجيبوا ذاك الدبلوم. قلت له ديما غنجيبوا حنا الدبلوم، حنا راه ما عندناش، وهنا هادي وهادي. قالك لا، الا باغي تمشي تخدم في الفلاحه خاصك الدبلوم، الا بغيتي راه كاينه واحد السيده كتبيعو ب 1000 درهم، يعني كتعطيه 1000 درهم، يعني دابا اللي عاطي مليون مليون و1000 درهم، واللي عاطي 5000 درهم كيزيد عليه 1000 درهم باش ياخذ الدبلوم بانه راه قرا في التكوين المهني ديال الفلاحه، يعني مختص. صافي من خداو هاد الامانه هذا، الناس جات في حالها تقطعت النوامر، الاخرين الضواحي كيعيطوا اليوم ما كيجاوبوش، كيعيطوا عليا انا ما كنعرف انا ما نقول، واش فهمتيني؟ ما كنعرف باش غنجاوب السيد اللي واخد الفلوس كنعيط ليه ما كيجاوبش. صافي دوك تسعود الناس مشاو رفعوا الشكايه، تقدمت انا قدام وكيل الملك، حكموا عليا باربع سنين، دوز منا عامين. في وسط هاد الفتره ديال السجن كتبت لوكيل الملك بانني انا راه جيت مظلوم وهادي وهادي، وعندي الرقم الارسال ديالها. من بعد تلاقى الله السراح درت شكايه لوكيل الملك، حيت هذوك الناس اللي ما ديكلاروش جاو مازال باغيين متابعين حقهم، لك حنا ما بغيناش تمشي للحبس، حنا ما الحبس ما غنربحو منه والو، حنا بغينا رزقنا. مشيت حاولت تمشي عند داك السيد، مشيت عند دارهم هو المراه ديالو، قلت له شوف ولد الناس دابا اللي عطاه الله عطاه، انا تشديت دابا هاد الناس اللي باقيين ما ديكلاروش عطيهم رزقهم، يعني فهمتيني؟ صافي باش نشوف حالاتنا. السيد قال لي بدا كيهددني بالقتل، قال لي شوف اخر مره جبد لي مرتي في فمك، مرتي بعيده ما كتعرفش مرتي، كنقول لها مرتك راه هي اللي عطاتني، كيقول لي لا مرتي بعيده ولا غندير لكم بعلك. درت شكايه لوكيل الملك، من بعد درت شكايه لوكيل الملك، جاتو السيده، من جاتو السيده جا عندي للدار باش العوض يمشي للجهه المختصه اللي صيفطت لي السيده، جا عندي انا كيتهجم عليا. انا شنو درت لي؟ انا باغي حقي، فاش تهجم عليا هرس لي ما حالي بحال ما هكا، عاوتاني مشيت للكوميساريه يا مولاي يوسف، ديكلاريت بالهجوم على مسك الغير، جا عاوتاني انا وقت ما كندير ليه شي شكايه كيجي عندي، ما عرفتش هاد السيد هذا خذا لي رزقي ومشيت انا للحبس وخاصني صافي ننسى بحال ما كاين والو. انا ما غنسكتش على حقي، راه نبقى ما نكذبش عليك، انا حل الواحد اللي بقى ليا هو نوجه النداء ديالنا لسيدنا الله ينصره والله يخلي له الصحه ويطول لنا في عمره، والسي حموشي يعطيو خويا التعليمات للجهه المختصه يجيو يعطيوني انا حقي. الا كنت انا ظالم انا، الا كنت انا مظلوم انا باغي حقي، راه بزاف هما ولاو دابا الناس كيجيو عندي انا بهوندا ودايرين التقاشر وكيتهجموا عليا، وكاينه امي مريضه وكاين، حيت الدار ماشي داري انا، دار والدي انا، راه ما عندي مازال ساكن مع والدي. كل مره جاو كيهجموا عليها وتسخف الوالده وهزها السبيطار، راه لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا كنطالب من سيدنا وسي حموشي يعطي التعليمات. هي اكثر من خمسه شكايات لوكيل الملك، واكثر من ربعات الشكايه للكوميساريه مولاي يوسف، والو اخويا الله يدير شي تاول ديال الحق، ان هذا الا منكر والله.
بزاف اخويا والله الا بزاف، ابقى لي انتحر انا مع هاد الناس هادو، حيت مابقاش عندي الوجه، نسابي ما كنمشيش عندهم، المرا باقا مره كتجي مره ما كتمشيش، ما كترضاش بان راه راجلها دا الخوت، راه دابا هادشي اللي كيقولوا الناس، راه نسيب فلانه راه راجلها اللي دا الخوت، واش بقى؟ واش من حياه دابا؟ دابا العيد جاي ما كنمشيو عندهم، المرا مسكينه ما كتقدرش تمشي لدارها تشوف امها، راه لا اله الا الله اخويا.